الاستقرار والثبات بالتأكيد هو بيكون مؤشر رئيسي لقوة الاقتصاد. خلينا نقول الدكتورة سهر الضماطي، مع أو ضد الضريبة العقارية؟ شوفي، الضريبة العقارية معمول بيها في العالم في مجموعة من الدول. أنا مش ضد الضريبة العقارية، ولكن ضد بعض الحاجات في الضريبة العقارية. مثلا المأوى بتاع الشخص، بيته، شقته، فيليته يا ستي، اللي قاعد مصنع اللي فيه عماله وضريبه وكهرباء، الناس دي شقت العمر عشان تجيب ده. فانت بتيجي النهارده بتقيمي الضريبه العقاريه ازاي؟ افترضي انت مشتريه مثلا ديبلكس يا ستي بمليون جنيه سنه 2005، بتقيميها النهارده في 2018 هي بعد ما انت قعدتي تدفعي اقساطها وخلصتيها، بتقيميها على سعر 2018، توصل لك 10 مليون جنيه، وده المأوى اللي انت عايشه فيه. طب ال 2 مليون اللي انت كنت بتقول في الاول يوم ما عملوا الضريبه العقاريه ان احنا لغايه 2 مليون القيمه ما ندفعش، لكن هل يعقل ان انت تقيمي ده في شقق للاسكان الاجتماعي دلوقتي ب 2 مليون جنيه؟ ايوه، ما ينفعش. مأوى الشخص، اي حاجه تانية خد عليها، خد عليها، ده ما يخص الافراد، ولكن سكنه، مأواه، ما ينفعش. دي هتخلص لك مشاكل كتير قوي. شوفي، كلما بسطتي الضريبه كلما الناس دفعت. اكيد يعني النهارده الناس كتير مش عارفه تعمل ايه.